بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام، في البداية أتقدم لسيادتكم ولجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأتوجه بالتهنئة لأهالي شمال سيناء بعودة قطار التنمية لنقل الركاب والبضائع بعد 57 سنة من التوقف. وفي إطار توجيهات فخامتك يا فندم بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وإرساءً لمفهوم التنمية المستدامة للدولة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية، والتي لن تتحقق إلا من خلال توفير شبكات النقل والنوال البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، كان لزاماً علينا وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل. وأود في إيجاز أن أعرض على سيادتكم ما تم التخطيط لتنفيذه وما تم تحقيقه حتى الآن، وما سيتم افتتاحه اليوم من مشروعات من محطة قطارات صعيد مصر اللي سيادتك بتشرفنا بافتتاحها النهاردة.